مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، بكل خير ومحبة. نرحب فيكم في برنامج الفجيرة، تجمعنا واللي يجمعنا بإذن الله دائما على الخير وعلى المحبة والسعادة. اسمحوا لي في بداية مشوارنا أن نمسي بالخير على زميلي سمير. مساك الله بالخير والنور والسرور. صراحة اشتقنا لك، يعني ما ودنا نقول وايد، يكفي. نحن اللي اشتقنا لك. الله يسعدك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك، ودائما انتم منورين ومبدعين بمواضيعكم المتعدده. انت معنا وانا معاكم قلبا وقالبا، ومشتاق لجمهورنا الكريم اكيد، ونمسي عليهم بالخير والنور والسرور. نتمنى لهم ايام سعيده ومليئه بالالفه والمحبه والسعاده، وصراحه بشاير في ظل الاجواء الجميله و في شهر ديسمبر ما تكتمل فرحتنا إلا باليوم الوطني الإماراتي، ونشوف اليوم أن الاحتفالات قاعدة تعم كل الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس استعداداً واستقبالاً باليوم الوطني الإماراتي. عرس إماراتي 51 حقيقي تتزين فيه كل الإمارات السبعة بأجمل حلة. حقيقة كل مواطن وكل مقيم يحتفل ويكون مستانس من القلب أكيد والخاطر في هذا اليوم المميز. واليوم بالتحديد إحنا في الفجيرة تجمعنا عندنا مواضيع كثير حلوة وجميلة، منها المؤتمر العالمي بيئة المدن لفجيرة 2022. أكيد بشاير، ونتكلم إن شاء الله عن ملتقى التعبير الأدبي من تنظيم هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة، موسمها الأول أكيد مشاهدينا، وهناك مجموعة من المواضيع الأخرى الهادفة وحتى التقارير. إن شاء الله إنكم تقضون معنا وقت ممتع بإذن الله. بإذن الله سمير، وأولى مواضيعنا لهذا اليوم اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله، بدأت صباح أمس أعمال المؤتمر العالمي بيئة المدن بفندق ومنتجع البحر، واللي تستضيف إمارة الفجيرة لأول مرة بتنظيم مشترك بين بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع بلدية دبي ومنظمة المدن العربية. صحيح بشاير، وهذا الحدث مشاهدينا الهام طبعا يأتي برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، وشارك فيها أكثر من 900 مشارك من أكثر من 25 دولة، وتستمر أعماله لمدة 3 أيام تحت شعار تطبيقات المدن الذكية والمستدامة والمرنة. والجميل بهذا الموضوع أخوي سمير أن هذا الحدث بالتحديد يسلط الضوء على استراتيجيات وسياسات المدن الذكية المستدامة وأبرز الممارسات العالمية ذات الشأن مع صناع القرار ومستشرفي مستقبل المدن، من أجل الخروج بأفكار تطويرية ومبتكرة للقضايا اللي تواجه أنظمة المدن الذكية، وكذلك التعرف على محركات مستقبل المدن الذكية المستدامة وآلية التعامل مع التحديات التي تطرحها التغيرات التكنولوجية المتسارعة في العالم. المزيد رصدنا لكم في التقرير التالي فلنتابع. حاليا احنا يعني خلصنا الان لقاء الاطراف في شرم الشيخ 27، وبدايه التخطيط للقاء الاطراف 28 اللي تم عقده في دوله الامارات العربيه المتحده. اذا نظرنا لموضوع التغير المناخي والاثار السلبيه للتغير المناخي، فمعدل ارتفاع درجات الحراره حاليا الذي يتجه اليه العالم يفوق حوالي الدرجتين ونصف الى 3 درجات، بينما الهدف بالنسبة لمكافحة التغير المناخي أن نبقي معدل ارتفاع درجات الحرارة على 1.5 إلى 2 درجة. هذا الرقم يعتبر معدل عالمي بالنسبة لدرجات الحرارة مقارنة بالفترة لما قبل العهد الاندستريلايزيشن والعهد الصناعي. هناك عدة دراسات تتكلم أن المنطقة العربية وتحديدا منطقة دول الخليج العربي والمدن العربية شمال أفريقيا ستكون أكثر عرضة لمشاكل التغير المناخي، لأنها ستواجه معدل ارتفاع درجات الحرارة يفوق 5 إلى 6 درجات. فبالتالي موضوع التغير المناخي وموضوع الاستدامة يعتبر من المواضيع المهمة جداً
بالنسبة لإدارات على سواء على مستوى البلديات أو على مستوى الحكومات، بالنسبة لوضع السياسات والخطط لتقوية البنية التحتية، وضع الخطط لإمكانية التكيف مع المشاكل المترتبة على التغير المناخي. النقل بشكل عام بيمثل تقريبا 27% من الانبعاثات الكربونية عالميا، يعني تقريبا أكثر من ربع الانبعاثات الكربونية بتيجي من قطاع النقل، ومتوقع خلال بحلول 2050 نسبة الانبعاثات الكربونية الجاية من النقل تتضاعف بسبب أن حركة النقل كمان هتتضاعف، وبالتالي في حاجة قوية جدا للحكومات والشركات أنها تركز على القطاع النقل أنه كل أكثر استدامة وأقل انبعاثات كربونية. في نفس الوقت ده في فرصة اقتصادية قوية جدا للدول. احنا شفنا قطاع النقل أو السيارات بشكل عام كان قطاع بتسيطر عليه دول محدودة جدا، وبالتالي في فرص لدول مختلفة أنها تأخذ جزء من الاقتصاد الجديد اللي بيتم إنشاؤه أو بنائه، من سواء محطات الشحن، سواء من تصنيع السيارات الكهربائية، سواء من تصنيع أجزاء من السيارات هذه، وده بنشوفه ببعض دول المنطقة بالفعل بدأت تأخذ خطوات فيه، ومتوقعين أعتقد في فرص أكبر كمان في المنطقة. اليوم المحاضرة تبعتي اتاكلت توبيك اسمه Resilience of Energy Systems، وهذا الموضوع هو هلأ صار كتير مهم وصار عم ياخد attention أكتر من العالم لسببين رئيسيين. الأول هو أنه بسبب climate change الـ energy systems يلي عنا إياها whether هن by fossil fuels or by renewable energy صاروا معرضين للخطر بسبب climate change والـ increased likelihood of extreme weather conditions. وتاني سبب as we shift now towards cleaner energy and towards using more renewable energy حنضطر نعمل تغيير للإنفراستركتشر that we have. وبهيدي المرحلة اللي نحن عم نرجع نبني فيها الإنفراستركتشر الجديد للإنرجي سيستمز لازم ناخد بعين الاعتبار the concept of resilience. هيدا موضوع بعده جديد. موضوع الريزيلينس هو كتير متعلق بموضوع الأدابتيشن، ولهلا ما كان في كتير تركيز عليه، وهلا بلشوا الدول أكتر يركزوا على موضوع الأدابتيشن والريزيلينس. مثل ما شفنا في التقرير السابق مشاهدينا، المؤتمر العالمي بيئة المدن اللي جاء تحت شعار تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة، نتكلم عن هذا المؤتمر بشكل أوسع وتفصيلي في فقرة هنا الفجيرة. نرحب مشاهدينا بالمهندسة مريم أحمد هارون، وهي رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر العالمي بيئة المدن. سعادة المهندسة يا مرحبا بك، نورتينا. في البداية حابة أشكركم على الاستضافة الطيبة، يعطيكم العافية. الله يسلمك. دائما احنا عارفين تلفزيون الجيرة سباقين في أي أحداث، في نشر أي أحداث أو أي مؤتمرات وفعاليات، احنا في الخدمة دائما واجب. وأيضا في ضيافتنا المهندس محمد الكاف الهاشمي، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MCPM مينيا. يا مرحبا بك. اهلا وسهلا، سعيدين بوجودنا معكم اليوم. الله يسلمك. سعادة المهندس، بداية يعني لو اردنا ان نتحدث عن النسخة 11 من المؤتمر العالمي بيئة المدن وتطلعنا عليه اكثر. والله هذه النسخة انعكست فيها اولا الجهود التراكمية اللي بذلها المنظمون وفريق العمل وراء هذا الحدث الجميل منذ اشهر مضت. الحدث كان رائع بكافة المقاييس، أولاً من ناحية نوعية المشاركات وجودتها، المشاركين والباحثين والعقول والأصحاب الخبرة من أكثر من 25 دولة تواجدوا في المؤتمر، وهذا دليل على أولاً الجهود المبذولة في التحضير للمؤتمر من فترة طويلة، ثانياً المؤتمر نفسه من ناحية الطرح العلمي ومن ناحية الحضور ومن ناحية تعطش الناس وتفاعلهم مع المعلومات كان جميل جداً، وأيضاً المنظمين للمؤتمر ما قصروا من كل النواحي، يعني حتى مكان المؤتمر نفسه، الستيج، المترجمين الفوريين، التكنولوجيا المختارة، التصميم، وأكثر ما لفت نظري أن حاطين بجانب الستيج مثل الشجرة،
الشجرة هذه ترمز للبيئة ومعلقة عليها آمال البشر، إن البشر كلهم يبحثون عن بيئة نظيفة ومكان أفضل للعيش. وهذه رؤية، يعني هي رؤية حاكم إمارة الفجيرة وولي عهده ببث ونشر فكر حقيقة الاستعمال أو استخدام الطاقات والبيئة المستدامة، وهذا شيء مش غريب على إمارة الفجيرة أن تستضيف مثل هذا الحدث، خلينا نقول العالمي حقيقة، لأنه يركز على ركائز حقيقية وأساسية في أن يخلق بيئة مجتمعية مليئة بالطاقة المستدامة القادرة على حفاظ على البيئة، بالتالي مجتمع صحيح سليم صحيا عقليا وكذلك فكريا. نعم صحيح بشاير، وأزيد على كلامك أن نحن بهذه الخطط وهذه الأفكار نحن مقبلين على مستقبل مشرق أكيد. ونظيف ومستدام. فنروح مع المهندسة مريم، يعني زيادة على كلام المهندس مثل ما تفضل، أن هناك كانت أيضا في هذا المؤتمر أو الملتقى قيم شفناها من خلال الشجرة مثل ما ذكرها، أعمال البشر الموجودة، وهذا العمل الضخم لا يأتي إلا بالتعاون أكيد مع شركاء وداعمين. لو نتحدث شوي أكثر عن الشركاء والداعمين اللي كانوا معاكم في هذا المنطقة. هذا المؤتمر برعاية صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو المجلس على حاكم إمارة الفجيرة، ويكون هالمؤتمر تنظيم مشترك بين بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية بدعم من بلدية دبي ومركز المدن العربية. إذا رح نبتدي من، يعني أنا ودي أركز على المؤتمر أخوي سمير من كل التفاصيل. يبتدي دائما أي مؤتمر عالمي نفس هذا المؤتمر باختيار شعار مميز ملفت للانتباه قادر على أن يكون ركيزة أساسية لانطلاق مثل هذه المؤتمرات على مستوى العالم وتحفر كذلك في الأذهان، وأنتوا اخترتوا شعار كان يحمل اسم تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة. سبب اختياركم هذا الشعار بالتحديد؟ نعم، سبب الاختيار أن التطبيق هو حصيلة وأوتبوت للبحث وللتحقق من إمكانية أو صلاحية التطبيق وفيما بعد التنفيذ نفسه. نحن دائما نقول ideation, validation and implementation، هذه ثلاث المكونات أو ثلاث العناصر حصيلتها هو التطبيق. واليوم نحط هذا الشعار للمؤتمر لأن العالم بحاجة أنه ينقل المعرفة من بعضها البعض. نشوف التطبيقات اللي صارت في كل الدول، اليوم عندنا 25 دولة شاركت، فشو أحدث التطبيقات الموجودة عندهم، نتبادل المعرفة، نعرفهم شو اللي عندنا، وبالتالي يحصلون على ثمرة النهائية، لأن حصيلة قبل أن نوصل للتطبيق في مراحل كثير أكيد. من البحث من التفكير، وفي مراحل يعني أفكار وتطبيقات تنجح وفي أفكار وتطبيقات لا تنجح، لكن هذا المؤتمر كان خلاصة من مشاركة التطبيقات الناجحة في الدولة وخارج الدولة. يعني هي أوراق عملية يمكن تأخذ منكم سنين علشان توصلون لنتائج بحثية دقيقة وقادرة على خدمة أي مجتمع. نعم، تحتاج سنين سنوات من العمل والجهد، ومثل ما نقول السلف موتيفيشن، أن الإنسان يكون نعم. دائما متحمس ويكون دائما محافظ على طاقة شغف. الإيجابية يكون عنده شغف. طبعاً عنده شغف بالضبط حتى يحصل على أفضل النتائج. نعم، واللي سمعناه بشاير أيضا من كلام المهندس أنه مشاريع مثل هذه تحتاج سنين، فالسنين هذه أكيد مهندسة اليوم لم تأتي إلا بفريق عمل كبير جدا، جنود مجهولين موجودين اشتغلتوا على هذا المشروع، يعني برغم استضافة إمارة الفجيرة لهذا المؤتمر لأول مرة، لو تخبرينا عن هذه التجربة بشكل أوسع. تجهيزات المؤتمر؟ نعم، احنا بدينا تجهيزات لهالمؤتمر في شهر مارس. نعم، عن طريق تشكيل فرق ولجان عمل، منها اللجنة العليا، اللجنة العلمية، اللجنة الإعلامية وتشريفات، وكذلك تم إعطاء مهام وواجبات واختصاصات لكل لجنة. جميل. طبعاً كنا على إيد واحدة، فكل لجنة مكمل اللجنة الثانية. نعم صحيح. والأعضاء الفريق هم من بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية، كنا اشتغلنا بروح فريق واحد،
وكنا مكملين بعض. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليهم تضافر المؤسسات الخدمية اللي موجودة في إمارة الفجيرة، نشاهدهم ففريق واحد، ففريق عمل في لجنة واحدة، هذا شيء إيجابي ومثمر في المستقبل. دائما أي مؤسسة عملية لازم يكون فيها يد واحدة، لأن فيها روح الفريق دائما قادرة على خلق الكثير من الإنجازات. أستاذي الفاضل، يعني اخترتوا قادة وخبراء وأبرز صناع القرار العالميين في أن يكونوا في هذا المؤتمر بالتحديد، بالتالي ما هي أهم المحاور اللي حبيتوا أنها تكون ركيزة في هذا المؤتمر وناقشتوها وحاورتوها؟ أنا بركز من وجهة نظري على 3 محاور وهي لفتت نظري خلال المؤتمر. طبعاً المحاور كلها كانت جميلة وكان فيها إثراء وفائدة كبيرة، ولكن هذه 3 المحاور حسيت أن شيء نحن نحتاجه وأن لها أثر كبير على أرض الواقع وراح يفيد في الاستدامة وفي التنمية. المحور الأول كان تكلموا على موضوع السيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية، الحين أصبحت مثل ما بنقول ترند، لكن في توجه كبير في العالم نحو يتوجهون من المركبات اللي تستخدم الوقود العادي إلى المركبات الكهربائية. ولكن من الإحصائيات الجميلة اللي شفناها أن في دول تستعد خلال 2 عقدين من الزمن أنها تستغني بشكل تام عن السيارات اللي تستخدم المحروقات والوقود رائع اللي نشوفه اليوم إلى السيارات الكهربائية. تم الحديث أيضا عن الفرص والتحديات من ناحية جاهزية البنية التحتية لاستيعاب التحول من المركبات العادية للمركبات الكهربائية، تصنيع المركبات نفسها، لأن أحيانا التقنية والحلول البديلة إذا جاءت بتكلفة عالية ربما هذا يمثل عائق في استيعابها وفي استخدامها من قبل الناس أو إقبال الناس عليها، يمكن أن الميزانية تختلف راح تكون عليهم. نعم بالضبط، وكان في فترة من الفترات شحة في بعض الموارد الخاصة بالبطاريات للمركبات الكهربائية. نعم، ولكن هناك حلول عرضت وكانت حلول جميلة جدا، أقل كلفة وأكثر فعالية، شيء كان رائع جدا. أتوقع أن الفترة القادمة نشوف تحول جذري كبير موجود أصلاً ساعات المهندس، يعني في بعض الشركات اللي طرحت السيارات اللي تعمل بالبطارية، إن البطارية متوفرة عندك بالسيارة، أنت تقدر تشرج السيارة من بطاريتك الموجودة عندك، يعني أنت مش بحاجة لأن تبحث، معنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مكان موجود أنك تشحن سيارات البطارية. هذا بخصوص المحور الأول اللي لفت انتباهي. المحاور الأخرى اللي لفت انتباهي، المحور الثاني كان يتكلم على الاقتصاد الدائري، وهذا مصطلح جميل جدا أو وجديد، circulated economy، يعني المقصود فيه أن نحن كل شيء نستخدمه في الحياة غير قابل مثل ما نقول أن نحن نتلفه أو نحوله إلى مخلفات ونهمله. إعادة تدوير تقصد؟ إعادة التدوير جزء منه، لكن هو عبارة عن سلسلة متكاملة مفهومة، أن بعد يغير مفهوم الناس اليوم تفكر أن أنا أساعد البيئة من خلال مثلا أني ما أرمي النفايات أو البلاستيك على سبيل المثال في المحيطات أو في أماكن معينة، أن ما يكون مثلا في هناك خلنا نقول بالنسبة للأكل أو غيره ما يزيد عن الحاجة وبالتالي يصير رمية. لكن الاقتصاد الداري يتكلم أنه وأنا أساعد المدينة والبيئة أنها تكون أكثر استدامة وأقوم بهالأمور، ليش ما أخليها أيضا تكون مصدر دخل ومصدر، بدل ما أنها تكون مصدر تكلفة تكون مصدر دخل. هني التفكير يختلف تماما، نتوجه من النقطة هذه إلى الجامعات وإلى ريادة الأعمال وإلى الستارت أبس، الناس اللي تبغى تسوي مشاريع، إنه يبدأ يفكر إن أنا اليوم بسوي مشروع، من الجميل إني أسوي مشروع أربح فيه لكن في نفس الوقت أقدم قيمة للمجتمع وأساعد في الاستدامة. نعم. فمفهوم الاقتصاد الدائري إن كل شيء يبدأ من نقطة ويعود أيضا إلى نفس النقطة من غير ما يكون في أي هدر للموارد المستخدمة في المشاريع. نعم، هذا المحور الثاني. والمحور الثالث؟ المحور الثالث كان عبارة عن نموذج وقصة نجاح لمدينة مصدر، وقدم كان المهندس لوكاس وكان عرضه جميل جدا. تفاجأنا بالمدى اللي وصلت له مدينة مصدر من التكنولوجي، من التوسع. اليوم مصدر صارت مدينة عالمية،
حسب ما طرح في المؤتمر، مو بس أن مدينة داخل الدولة بل أنها تساعد في نقل المعرفة للدول الأخرى، بل أنها أيضا أطلقت مراكز بحث وتطوير، وأيضا أطلقت مبادرات واستثمارات خارج الدولة في بناء مدن في أكثر من دولة لنقل قصة النجاح اللي صارت عندنا في الدولة إلى الدول الأخرى. ما شاء الله، جميل جدا، يعطيكم الصحة والعافية. أكيد مثل هذه الـ يعني المحاور القيمة أكيد كانت مهندسة اليوم لها متحدثين أيضا مؤثرين، نتعرف على عدد المؤثرين وعن شخصيات المتحدثين اللي كانوا في هذا المؤتمر. هناك 28 متحدث من 15 دولة حول العالم، بينهم دولة الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، النرويج، وعدد من الدول الأوروبية، متحدثين عالميين. نعم. وعندنا بعد متحدثين من بلديات دولة الإمارات، ومتحدثين من حكومة المحلية لإمارة الفجيرة. جميل. بلدية الفجيرة شاركت أوراق عمل، مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية، هيئة البيئة، ومركز الأبحاث في الفجيرة. ما شاء الله عليكم، يعني هذا مش شيء غريب على إمارة الفجيرة، نفس ما ذكرنا قبل شوي أن يكون مثل هذا المؤتمر العالمي اللي يناقش حقيقة استراتيجيات على مستوى العالم لخلق بيئة صحية مستدامة. سعادة المهندس، يعني تحدثنا عن المحاور الأساسية اللي لفتت انتباهك وتم مناقشتها في هذا المؤتمر، ولكن دعني أخص في هذا السؤال وأن نتكلم عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود العالمية في التخطيط الاستراتيجي المستدام للمدن الذكية. نعم، بشاير، سؤال جميل جدا، لأن نحن دائما نقول أن الإمارات ومن فيها وكثير من الدول الأخرى محظوظة بما تلقاه الإمارات من اهتمام من قادة وشيوخ الدولة اللي استثمروا منذ عقود طويلة في البنية التحتية أولا في الدولة. اليوم نحن عشان يكون عندنا استدامة وبيئة نظيفة ونكون نحن منطقة حاضنة لهذه المبادرات اللي تفيد، لابد يكون عندنا بنية تحتية. تم الاستثمار خلال العقود الماضية كلها في بناء البنية التحتية المتقدمة، في نماذج كانت رائعة جدا من الاتصالات المتكاملة وتقنياتها، أيضا تم الاستثمار في رأس المال البشري، وتم الاستثمار في البيئة والإنفايرومنت بشكل عام، بحيث أن اليوم الدولة صارت بيئة جاذبة للعقول وللمفكرين وذوي الخبرات، كل الناس تتمنى أنها تيجي وتعيش في الإمارات. وهذه البيئة الخصبة أعطت انطلاقة قوية لمثل هذه المبادرات. الاستثمار هذا ما كان له الفائدة والعائد فقط على مستوى الدولة، ولكن بشكل عالمي. صحيح. بالإضافة إلى ذلك أيضا اهتمام الدولة بصناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار هذه لا يكاد يخلو نشاط من أنشطتها عن الاستثمار في البيئة، في الطاقة المتجددة، وفي الاستدامة. والاستثمارات هذه ليست خاصة بالمشاريع الموجودة داخل الدولة فقط، ولكنها امتدت إلى دول أخرى كثيرة جدا. وأيضا هناك الصناديق التنموية مثل صندوق أبوظبي للتنمية اللي شارك ودعم العديد من المشاريع في كثير من الدول لغرض تشجيع الاستدامة وتشجيع التخطيط اللي ينمي بيئة المدن ويجعل الحياة مكان الأرض مكان أفضل. ومصدر يمكن هي أحد هذه المحطات الموجودة في دولة الإمارات. نعم. اللي حقيقة تدعم كل المبتكرين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم الغربي كذلك وغيرها في كل دول العالم، فتح الأبواب دائما لها، تبحث دائما عن الطاقة المستدامة والابتكارات والاختراعات الذكية القادرة على خدمة البيئة وجعل المجتمعات في دولة الإمارات والعالم، يعني إحنا المنبع، عارف احنا اللي نطلق دائما. نعم. ما شاء الله علينا. نعم. لان تكون صحيه وسليمه قادره على ان تبحث على طاقه مستدامه نظيفه. نعم. ومن الاشياء اللي طرحت في المؤتمر ان مصدر اصبح عندها ايضا مركز بحث وتطوير. صحيح. خاص فيها. اكيد. وهذا شيء جميل جدا، هذا مش غريب على دوله الامارات. نعم. ان شاء الله دوله الامارات دائما يعني هي مستمره في البذل والعطاء والتجدد في كل مجالات. صحيح. صراحه. صحيح. بشاير، واليوم يعني انه يكون عندها مركز في البحث والتطوير، يعني هذا شيء مو غريب على دولتنا في مختلف الامارات. على فكره ليس فقط في مصدر، حتى في جامعه التكنولوجيا والعلوم في اماره دبي ايضا هناك مختبرات خاصه.
حتى في جامعات إمارة الفجيرة هناك مختبرات خاصة للبحث وعمل الرسائل البحثية والأوراق البحثية. صحيح فعلا، نتمنى لكم التوفيق. مؤتمر مثل هذا تشكرون عليه، وإن شاء الله دائما تستمرون بالنجاحات والإبداعات بإذن الله تعالى. نحن شاكرين لكم المهندسة مريم أحمد هارون رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر العالمي بيئة المدن، والمهندس محمد الكاف الهاشمي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MCPM مينا. كل الشكر لكم. شكراً جزيلاً ومشكورين لتسليطكم الضوء على المؤتمر واستضافتكم والأسئلة الذكية اللي ساعدتنا أن نوصل المعلومة للمجتمع. واجبنا احنا في الخدمة دائماً. شكراً لك، يعطيكم العافية. يعطيكم الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، دبي للثقافة تثري المشهد المحلي بملتقى التعبير الأدبي. سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خلكم معنا. بدأت هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة موسمها الأول لملتقى التعبير الأدبي، واختتمت النسخة الأولى من هذا الملتقى في مكتبة محمد بن راشد واللي استمر لمدة يومين. صحيح بشاير، وكان البرنامج مشاهدينا حافل بالجلسات والندوات والورش الأدبية والأمسيات الشعرية. نتعرف على كل التفاصيل ويضيفنا عبر تطبيق زوم الأستاذ محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في دبي للثقافة. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ، ونورتنا في البرنامج. يا مرحبا بك. يا مرحبا بكم ومشكورين، ونشكر حقيقة الصرح الثقافي والإعلامي الجميل قناة الفجيرة على هذه الاستضافة الكريمة. في خدمتكم دائما. صحة والعافية، واجبنا ونحن نتشرف في طرح مثل هذه المواضيع دائما. في البداية أستاذي، لو تخبرنا عن تفاصيل ملتقى التعبير الأدبي وعن فعاليات اليوم الأول والثاني. نعم، ملتقى التعبير الأدبي هو ملتقى انطلق هذه الفترة بموسمه الأول. الملتقى يضم، أو هدفه الرئيسي أن يضم أكثر شريحة ممكنة من الأقلام الإماراتية وإبراز المحتوى الأدبي المحلي. هناك كانوا عندنا مشاركين إماراتيين بمختلف الأجناس الأدبية، هناك عندنا كان مشاركين في مجال الشعر، هناك كان عندنا أقلام في مجال الرواية، وهناك كان عندنا من هو في مجال النقد، وهناك كان عندنا من هو في مجال المقالة الأدبية، وكذلك كان يضم الملتقى من هم في مجال النقد، ومن هم في مجال الدراما والسيناريو، ومن هم كذلك في مجال القصة. نعم. احتوى كذلك الملتقى ملتقى تعبير الأدبي على كذلك الورش والدورات التدريبية المعنية بمختلف الأجناس الأدبية كذلك. نعم. هناك كانت عندنا ورشة معنية بكتابة السيناريو، هناك ورشة معنية بالنقد وأدواته، وورش تدريبية أخرى كذلك لمختلف الأجناس الأدبية. جميل. كذلك ملتقى التعبير الأدبي ضم كذلك معارض وفعاليات مصاحبة غير الجلسات وغير الورش الأدبية، ضم كذلك معارض مصاحبة مثل معرض المخطوطات والوثائق، ومعرض الأدب الصامت، أو ما يسمى كذلك، أو ما يشتهر بفن الكاريكاتير، وكذلك ضم زاوية لي أو ركن للكتاب المستعمل، وركن كذلك لتواقيع بعض لبعض الأقلام الإماراتية ومنتجهم الأدبي المحلي. طيب أستاذي الفاضل، كيف كان هالملتقى نقطة تواصل حقيقية بين الأدباء والمثقفين والإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، ملتقى تعبير الأدبي هو ضم شريحة لا بأس بها من الكتاب والكاتبات من الإمارات، وهناك كذلك ضم نسبة تراوح 10% من الأقلام المتواجدة عندنا كذلك في الساحة
من أخواننا العرب، وهذا التركيز طبعا للغة العربية في موسمه الأول. إن شاء الله في الموسم القادم نركز كذلك للغات مختلفة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هناك كانت دعوة لمجموعة من الإعلاميين، مجموعة من المهتمين في العالم الرقمنة، العالم الذكاء، هناك كذلك العالم الذكاء، عالم الرقمنة الذكية كذلك. هناك كان عندنا إطلاق لأول نادي أو صالون أدبي في عالم الميتافيرس، تم إطلاقه في يوم أمس في حفل إطلاق الملتقى. فكذلك كان هناك اهتمام كبير من شريحة من الإعلاميين حول تغطية هذا النادي الأول أو الصالون الأدبي الأول في عالم الميتافيرس، وكان هناك حقيقة اهتمام جميل من كذلك قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. نعم أكيد أستاذ، اليوم نحن نبي نعرف معاك كيف جاءتكم أنكم تنظمون هذا الملتقى، ملتقى تعبير الأدبي، انطلاقا أكيد من أهمية القطاع الثقافي وتأثيره في المجتمع. نعم، هي دبي للثقافة أو هيئة الثقافة والفنون في دبي، من أهدافها السامية وأهدافها الأولى التي تعتني بها هو إبراز الأقلام الإماراتي، الأقلام الإماراتية، وكذلك إبراز المحتوى الأدبي المحلي. كذلك من الأهداف الاستراتيجية لدبي للثقافة أن تخلق جو من ثقافي إماراتي محلي بالدرجة الأولى. نعم. وتخلق كذلك الفعاليات والملتقيات التي تنهض بالقلم هذا وتنهض بالمحتوى هذا، حيث كذلك ما يحقق إنعاش الاقتصاد الثقافي، وهو ما ينعكس كذلك في إنعاش القوة الناعمة للبلد. نعم. فالفكرة جاءت لتحقيق كل هذا ولإنعاش الاقتصاد الثقافي أو ما يسمى بالاقتصاد البرتقالي كذلك. وما شاء الله عليكم أستاذ محمد، يعني تطرقتوا للكثير من المواضيع المنوعة والمختلفة، يعني ما شاء الله عليكم ما فاتكم شيء. تطرقتوا لأدب الطفل، وتطرقتم أيضا للرواية والقصة والدراما والسيناريو والمقال الأدبي والبث والبودكاست، وكذلك صناعة المحتوى الثقافي. لو تكلمنا عما تم مناقشته حقيقة في هذه المواضيع اللي أنتوا تطرقتوا لها واللي شملتوا فيها يمكن جوانب مختلفة ثقافية وأدبية. هو حقيقة في مدى يومين، يعني مثل ما تطرقتي أختي الكريمة، كان الجدول يعني مفعم بعدة محاور. صحيح. مفعم بعدة مجالات، مفعم بعدة أجناس أدبية، مثل ما تطرقتي إلى السيناريو، إلى أدب الطفل، إلى الشعر، إلى المحاضرات، النقاشات الأدبية. نعم. إلى الورش، إلى كان مزحوم حقيقة بعدة محاور وجلسات أدبية خلال هاليومين، وكذلك كان الحضور حقيقة جميل، وحضور متفاعل، وحضور مشجع أن كذلك تكون المواسم القادمة أكثر تطرقا لهذه المجالات، أكثر تشعبا في هذه المجالات، أكثر توسعا في هذه المحاور. هناك يعني بين عندنا هناك تعطش من للساحة للاهتمام بالأقلام الإماراتية، الاهتمام بالمحتوى الإماراتي، الاهتمام كذلك بمجالات مختلفة. نعم. ليس فقط الشعر والرواية، هناك عندنا من يهتم بالبودكاست. نعم. يهتم بخلق الأدب عن طريق التواصل المختلفة، إن كان بودكاست. صحيح. إن كان تواصل اجتماعي، إن كان عالم الرقمنة، إن كان عالم القنوات الإلكترونية وإلى آخره. وفي دبي للثقافة أستاذ محمد ما شاء الله عليكم مسلطين الضوء دائما على كل ما يتعلق بكل الأمور الثقافية والفكرية القادرة على خدمة المجتمع والأفراد والبشرية. الأستاذ محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في دبي للثقافة، شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف عافية، ونحن دائما في انتظار المزيد من دبي للثقافة. شكرا لكم. يعطيك ألف عافية. شكرا لك وموفقين يا رب. مشاهدينا، التحدي
هو اللي يحدد دائما مصدر قوتنا، واللي يخلينا نعرف قدراتنا الحقيقية وقوة التحمل اللي نملكها كذلك. أكيد بشاير، واحد من التحديات اللي يسعدنا كل ما يقام في الفجيرة الحبيبة هو سباق بنك الفجيرة للجري. نحن سمعنا في بنوك، لكن اليوم عندنا بنك الفجيرة للجري اللي يقيم بنسخته السادسة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بشاير. والشيء اللي كان مفاجئ هو مشاركة ما يقارب 2000 شخص قدروا أنهم يقطعون مسافة 3 و5 و10 وأيضاً 11 كيلومتر. فعلاً أهني كل شخص شارك وتحدى نفسه وكمل السباق إلين خط النهاية. خلونا نتابع ما رصدنا لكم في هذا التقرير. اليوم بلشنا الساعة 5:30 صباحا بالتجمع المتسابقين لجميع المسافات اللي هي 11 و10 و5 و3 كيلومتر. هذه النسخة السادسة لهذا السباق. كانت المشاركة جدا فعالة وعندنا عدد كبير يفوق 2200 مشارك. الحمد لله الجهات المنظمة والراعين مش مقصرين. عندنا فئة 11 كيلومتر اللي هو الطريق الجبلي، وعندنا 10 كيلومتر و5 كيلومتر و3 كيلومتر. بنكرم الثلاثة الأوائل من كل مسار، إلى ذلك كل المشاركين يحصلون على تيشيرت وميدالية مشاركة. اليوم جريت في فئة 10 كيلو من 18 للتسعة 39 سنة. خلصت سباق ب 48 دقيقة ويالسين نتريا إن شاء الله نطلع في البوديوم إن شاء الله. طبعا هذا السباق كان جميل جدا لأن 10 كيلو ما حسينا فيها بسبب اختلاف المعالم. مرينا في القلعة مال الفجيرة، مرينا في على المسجد الموجود في الفجيرة والجبال والمناطق السكنية، فكان السباق جدا سريع وسلس، الجو جدا جميل، المشاركة جدا كبيرة خاصة في سباق 3 كيلو. والشيء الأجمل اللي شفنا عوائل مشاركة من جميع الفئات العمرية. نتمنى أن السباق يتكرر كل سنة وإن شاء الله يكون أفضل بالنسخة القادمة إن شاء الله. يا مرحبا بكم مشاهدينا، ما زلنا مستمرين في المزيد والجميل. كانت هناك مناسبة غالية على قلوبنا في سلطنة عمان الشقيقة اللي تصادف تاريخ 18 نوفمبر من كل عام، وهي مناسبة اليوم الوطني للعمان. وأكيد نهني الشعب العماني الشقيق والمحب والمعطاء والكريم دائما. كون إني أنا زرت سلطنة عمان، أروع شعب ممكن تشوفه وأكرم شعب في حياتك ممكن أنك تعاشره وتكون معه. وبهاي المناسبة الجميلة مجموعة من الشباب أطلقوا مبادرة تسلق جبلي تحت شعار عماننا إماراتنا، وذلك لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم سلطنة عمان. المزيد من التفاصيل في إماراتنا. ودائما مشاهدينا نحن نقول للعمانيين ان نحن منهم وانتم ايضا منا. وفي هذه اللحظات نرحب بالاستاذ احمد قطن، عضو ومؤسس في شركه هيكو ادفنتشرز، والاستاذ محمد الشحي، عضو في شركه تشيك ان ادفنتشرز. يا مرحبا وسهلا فيكم ونورتونا في برنامج الفجيره تجمعنا. يا حياك الله وسهلا، يا مرحبا بكم والله. يا مرحبا وسهلا فيكم. في البدايه طبعا عماننا اماراتنا، يعني كلمة تحمل فيه الـ يعني كل المعاني، الصدق والوفاء والإخلاص بين الشعب العماني الشقيق ودولة الإمارات العربية المتحدة. بداية أستاذ أحمد، تحدثنا عن هذه المبادرة عماننا إماراتنا.
الفكرة بدأت في عمان هنا إماراتنا بمناسبة العيد الوطني 52، وجاء تزامناً مع الفريق الإماراتي على أساس أنه يكون نحتفل ويكون على قلب واحد ونخلق نوع من المسارات من أصعب المسارات في الإمارات وتكون على قمة أعلى قمة في الإمارات ونوثق ونجعل من المسار الصعب 27 كيلو مسار وادي الغش رسالة وتشجيع للشباب في الهايك وأيضا احتفالا بمناسبة العيد الوطني. ما شاء الله عليكم تستاهلون، يعني هاي الأفكار الجميلة أستاذ محمد يعني لها دور دائما تكون في توطيد العلاقات بين الشعبين الأشقاء، وسنبقى دائما أكيد أخوة. كيف شفتوا أهمية إطلاق مثل هذه المبادرة وبالتحديد بالتزامن مع اليوم الوطني العماني؟ طبعا في البداية الفكرة جت من أخوي المغامر أحمد اليافعي عضو في شركة تشيك إن. نعم. تزامنا مع اليوم الوطني لأشقائنا في عمان، وبعد في هذه الأوقات نحن نعيش بعد كذلك اليوم الوطني لدولة الإمارات بعد كم من يوم، فحبينا أن تكون في مبادرة جميلة تجمع الأشقاء ويكون فيها تبادل خبرات بين الفرق العمانية والفرق الإماراتية، بالتالي بتخلق دور في الخليج عندنا كأخوة ومحبة وتزامنا مع الأوقات الطيبة. يعني حبينا نطلق مبادرة جميلة تجمعنا وناخذ خبرات فيها من بعض إن شاء الله دائما مجموعين في الأفراح والمسرات والمحبة دائما مع أخواننا وأشقائنا في سلطنة عمان. يعطيكم الصحة والعافية دائما، يعني هذا الشيء مش غريب عليكم، يعني دائما مبدعين في الأفكار وطرح المبادرات الشيقة والقيمة. اليوم أستاذ لو تخبرنا شوي عن بداية المسار، المسار من وين بدأ مروركم أيضا بمسارات ثانية؟ المسار بدأ بالضبط من وادي غليلة، طلوع إلى القمة. تقريبا المرحلة الأولى كانت ارتفاع 1400 متر، وبعدها وصول للمرحلة الثانية اللي هي مسار الصحن ووصول إلى القمة، وآخر مرحلة كانت النزول الحاد اللي هو الصعب راح تكون النزول الحاد إلى أخذ مننا قرابة 14 ساعة تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله النزول الحاد. لا المسار كاملا تقريباً. المسار كاملا، واللي فهمناه من الفريق الإماراتي هو عبارة عن ثلاث مسارات عملناها خلط وعملناها في مسار واحد. بس مرهقة متعبة، يعني أنا قاعدة أفكر 14 ساعة، أنا عارف إنه ويمكن شوي الصعود يعدي لأن يكون في حماس، بس النزول يكون أصعب. هذا من إيجابيات المسارات والهايكات، ويخلق عندك قوة التحمل وسعة الصدر وأدرينالين زايد. الصبر طول البال. كذلك الموجودين في المغامرة هم نخبة. أنا كنت راح أسألك من كان مشارك؟ هم نخبة، نعم هم نخبة من الهايكرية في سلطنة عمان وفي الإمارات. عندنا 25 شخص كلهم أكفاء، وكان باستطاعتهم أن يعني هم متسلقين سابقين محترفين. متسلقين ومحترفين، عندهم الخبرة عندهم خبرة سنين في هالمجالات. ما شاء الله عندهم الخبرات الكافية، بحيث أني لو ذكرت لك أربعة منهم طلعوا إيفرست. ما شاء الله قمة إيفرست، سواء من الجانب الإماراتي اللي نذكره بالخير الكابتن سعيد، أو من الجانب العماني نذكره بالخير أيضا الكابتن عبد الله. ما شاء الله ف 25 مغامر بالضبط هم عبارة عن وراهم إنجازات، يعني إنجازاتهم تتكلم قبلهم هم. هل سعيتوا أنكم تختارونهم يعني بدقة تامة لنجاح هذه المبادرة أستاذ محمد؟ صحيح، نعم كان اختيار المشاركين في هذه المغامرة بناء على خبرتهم في مجال الهايك، لأنه يعتبر واحد من أصعب المسارات في مات رأس الخيمة وفي الإمارات ككل وحتى في الخليج كذلك. فاختيار الناس كان دقيق جدا. نعم أنا بروح شوي مع أستاذ أحمد إلى مجال تخصص شوي، يعني بحكم منكم أنتم خبراء في مجال الهايكينج والمغامرة وعشقكم لهذا المجال، شو أبرز التحديات اليوم اللي ممكن تواجه الفرق
فرق المغامرات خلينا نتكلم أو الـ 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 الأشخاص اللي هم متسلقين الجبال ويقومون بهذه المغامرات في هذه المسارات الجبلية، شو التحديات، شو اللي يتعلمونه خلال الرحلات والمسارات هذه، وشو اللي ممكن يستفيدونه من أقرانهم المتسابقين أو اللي موجودين معهم في المغامرة؟ جيد. المسار أو الهايكينج هو من ضمن المغامرة، ولكن في نفس الوقت لازم تأخذ في الاعتبار إذا أنا راح أعمل مغامرة لازم يكون عندي أسباب أني أمشي عليها. مثال تخطيط المسار نفسه، ساعات والمناطق اللي راح أرتاح فيها، من الفرونت ليدر، من راح يكون الميد ليدر، ومن راح يكون الباك ليدر، وايضا ما خبرات في المجال. اكثر من قائد. نعم، يفترض الفرونت لانهم بني ادمين راح يتعبون، الا ما يتعبون لازم يتناوبون، يكونوا متواجدين، وايضا هم العين اللي تشوف المغامرين في وضعهم طريقتهم. هذا بالنسبه للمبتدئين، ولكن بالخبرات فتب تتكلم ايضا التخطيط، التعاون المشترك، ايضا عندك من ناحيه اخرى انت في مسار فما عندك منافس، ففعليا انت تعمل تيم وورك واحد من الف الى باء بغض النظر عن الوقت، ولكن المهم والاهم والغايه انجاز الشيء، وهذا اللي نحن وصلنا له. جميل، رائع. يعني في ظل الصعوبات اللي قاعدين تتكلمون عنها استاذ احمد واستاذ محمد، وفي ظل صعوبه المسار حقيقه، ولكن هيئه السياحه في اماره راس الخيمه كان لها دور كبير في ان تجعل من الصعب سهل. صحيح. لو تطلعنا اكثر عن خليني اقول الدور اللي قامت فيه هيئه السياحه في اماره راس الخيمه لدعم مبادرتكم بالشكل الصحيح والمطلوب. صحيح. طبعاً هيئة السياحة في إمارة راس الخيمة لها دور كبير حتى من قبل لا يبدأ المسار في أنها تسهل عملية عمل المسارات في إمارة راس الخيمة. هذا يجعل المسارات وطرق المسار أسهل لنا، معبدة. نعم. معبدة، ولأن تبقى يعني تخلق طابع أفضل، مكان أفضل لعمل لممارسة رياضة الهايك. فكانت قامت بدور كبير قبل حتى المبادرة هذه. نعم. وفي المبادرة طبعا كان لها دور في أنها تتواصل معنا، شو احتياجات الفريق، شو اللي محتاجينه. طبعا الفرق الإنقاذ كانت موجودة بالتنسيق مع هيئة السياحة في إمارة راس الخيمة، وتدعم هيئة السياحة في إمارة راس الخيمة تدعم الفرق كلها سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة في عمل المسارات في إمارة راس الخيمة، وحتى مع الفرق اللي تكون مبتدئة مثلاً. مبتدئة طبعاً. نعم. يكون لها دور أكبر معهم. حلو، جميل. إن شاء الله. يعني هناك اهتمام واضح ولله الحمد من الحكومة في إمارة راس الخيمة، لكن أنا بروح معك أستاذ عن اختياركم لمسار راس الغش، السبب من اختياركم هذا المسار. والله المسار كان من الاختيار الفريق الإماراتي، ونحن لما عرفنا تفاصيله. نعم. No pain no get. صحيح. فطالما أنه كل ما استصعب الموضوع وزاد التحدي زاد الأصل في يعني العمل. يعني الاختيار كان من الفريق الإماراتي. الفريق الإماراتي طبعا. إيش اخترتوا مثل هذا المسار؟ مثل ما قلت سابقا. واسمه يعني اسمه شوي بعد. مسار راس الغش شوي. مربك. أحس إنه يغشك يعني بالمسار. هو في ايضا احنا عندنا مثلا جبل شمس تقريبا ارتفاعه 3200 متر. صحيح. ولكن مقارنه بالمسار وادي الغش وجبل جيس نزولا الى وادي غليله، لا كان المسار له تضاريس مختلفه. ما شاء الله عليهم، هم يعني عندهم جبل شمس يعتبر اعلى نقطه في الخليج. فبما انهم ما شاء الله عندهم خبرات وعندهم اعلى نقطه، فنبقى بعد نراويهم ان عندنا في الامارات راس الخيمة موجود. موجود. موجود شيء يقدرون يعني يسوون فيه رياضه لايك ويستمتعون فيه، لانهم يستمتعون بالصعوبات. جميل. يعني هذا الحلو اللي انا قاعد الاحظه. بالنسبه لنا حتكون صعبه، انت تخيل نفسك تصعد جبل. انا ما صعب. انا ما اصعد دري، تبيني اصعد هاي ايبل؟ لا، في شخص راح معي كانيون وزنه 130 كيلو 15 كيلو، انت تقدر. شوف الحماس الحين من الأستاذ أحمد. القضية في نفسك وقوة تحملك. القضية في نفسي وقوة تحملي. هو اللي يوديك بغض النظر الساعة إلى ساعتين أو ساعة إلى عشر، المهم توصل.
المهم أوصل. حلو. حلو. أستاذ محمد، تحدثنا عن الدعم الكبير اللي كان مقدم من هيئة السياحة في إمارة رأس الخيمة، وهذا خليني أقول الاهتمام من هيئة السياحة في إمارة رأس الخيمة لم يكن عبث، ولكن هو كان حقيقة اهتمام من أب أكبر، وهي توجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة رأس الخيمة، ودعم الكبير دائما لكل المبادرات والموجودة في إمارة رأس الخيمة، وكذلك للمغامرين والهواة والمحبين لرياضة الهايكينج. حدثنا عن هذا الدعم من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة. صحيح. طبعا بداية نحب نوجه الشكر لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لدعمه لا محدود في مجال رياضة الهايك، وأيضا دعمه الخاص في المبادرة هذه اللي صارت عماننا إماراتنا من بداية المسار، ومن قبل شو اسمه دعم لا محدود كان موجود. نعم. وكان دائما في تنسيق مع مكتب سموه في الاحتياجات، في وجود اي شيء لتكون هاي المبادره في افضل طريقه لها وفي افضل نسخه لها. هو دائما موجود، دائما موجود كل الموجود. وما ننسى بعد مكرمة الشيخ بعد الهايك كان في مجلس غليله، مكرمة الشيخ كانت عشاء لإخواننا العمانيين بمناسبة وجودهم معانا يعني، ونشكر سموه على الدعم اللامحدود للرياضة ما يقصر أبدا، ومحب محب للرياضة والرياضة. الله يحفظه يا رب ويطول بعمره. دائما الدعم مش غريب على صاحب السمو الشيخ سعود، هو اللي يحمسنا والله. صحيح. والله هو اللي يحمسنا. صحيح. في كل الاحتفالات حقا. نعم بالفعل، لأنه حتى بعد المسار الشباب لما شافوا حفاوة الضيافة و والسوالف مع بعض يعني كأنهم عادوا فريش من أول وجديد. خلينا يصير عندنا حماس نسوي شيء جديد أكثر. بالضبط، وتشجيع. كانوا مستعدين يردون يركبون المسار مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم. إن شاء الله بعد مسارات أخرى يعني. أبشر. إماراتنا عماننا إماراتنا في السنوات القادمة بتكون موجودة سواء في عمان أو هنا. وأنا بكون معاكم إن شاء الله. أبشر. إن شاء الله. أكيد. هذا في البداية في التصوير، بس بعدها برد وراء. لا لا يهمك، بنضبطك. إن شاء الله إن شاء الله. لكن أنا بتكلم شوي عن المسار. كم ساعة استمرت الرحلة؟ يعني أنتم مثلا ذكرتوا 14 ساعة أظني تقريبا 14 إلى 15 ساعة. 14 ساعة من التسلق في رأس الغش. طبعا أكيد هناك تحديات. نعم. واجهتكم، استفدتم من خبرة الفريق الإماراتي، وكذلك الفريق الإماراتي استفاد من خبرة الفريق العماني. لو تخبرونا بشكل مفصل عن الطريق، التضاريس اللي موجودة، هل لاحظتوا أشياء جديدة لم تلاحظوها من قبل، استكشافات ممكن صارت، أشياء استفدتوا فيها خلال هذه الرحلة؟ من الأشياء المستفادة في هذه الرحلة، أولا كانت القيادة، قيادة المسار تحت قيادة أحمد الكابتن أحمد اليافعي كانت جدا ممتازة، ومعرفته للطريق وتضاريس المنطقة سهلت كثير من عملية المسار. نعم. ثانياً الخبرات، يعني إن في إلمام سابق في المنطقة، في إلمام سابق إن ما قاعدين تحسسوا أو أنكم تستكشفوا المنطقة لأول مرة. بالفعل، وهذا اللي نقوله، الخطة المسبقة والمهام مهام السلامة تكون مدبرة وموضوعة. اتخذ الأسباب وتوكل على الله. صحيح. إيه بس حتى لو يعني الواحد لما يكون عنده الخبرة والاحترافية في صعوبة، يعني في شيء صعب يكون، في توتر، في قلق، وهذا إنجاز مشترك بين أبناء شعب دولتين، فيمكن المسؤولية على عاتقكم تكون أكبر. إحنا عارفينكم محترفين، لا هذه شيء لا نختلف. نعم. ولكن كان صعب. الكل كان قد المسؤولية. صحيح. الكل كان في تعاون مشترك، الكل أضاف من خبراته والفائدة والمستفادة، وأيضا قيادة الكابتن مع الباك ليدر أدت إلى النتيجة اللي شفناها. شو اللي كان مقلق، مسوي لكم قلق أو مخوفكم أو موتركم شوية أنتم كمغامرين؟ العيش مع الخوف بالنسبة لي أفضل شيء. ها؟ ما سمعت. تتشقى ما. ما سمعت. العيش مع الخوف؟ تقول العيش مع الخوف. العيش مع الخوف. مع الخوف. إنه يعيش مع الخوف. تمشي وأنت خايف وما تدري إيش وضعك في الأمام. هذا الأدرينالين. هذا الأدرينالين. هذا الحماس العالي. الحماس العالي. والشغف. ولكن باتخاذ الأسباب ومهام السلامة أيضا، إنسان ما يكون متهور إنه مثلا يقفز 20 متر ويقول أنا مغامر، أو إني أمشي في مكان
وان انا عندي خبره ولا يعرف المكان. وايضا زيد لاخوي احمد كان في تشجيع متبادل، يعني لو انه حتى كان مثلا في شخص مثلا يبطئ شوي او يصير، كان في تشجيع من الفريق العماني للامارات، وكان في تشجيع من الفريق العماني من الفريق الاماراتي للعماني، كان في تشجيع متبادل. أنا الاجواء دائما تكون مرتفعه والمعنويه دائما تكون عاليه. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. أنا عيبني الفكره اللي قالها ان الواحد يعيش مع الخوف. يعني مش دائما نقدر نعيش. لا أنا معاك. ساعات اللي يحبوا يعني رياضة الهايك يعيشوا معه. يبقى الشغف دائما. صحيح. وحبيب أي هواية خليني أقول، وهو المحرك الأساسي لأي شيء في داخلنا. أستاذ أحمد قطن، عضو ومؤسس في شركة هايك وأدفنتشرز، يا مرحبا بك، نورتنا ونتمنى لكم كل التوفيق في كل مغامراتكم. تفضل. كلمة أخيرة، أولا نشكر فريق تشيكن أدفنتشر على دعوتنا في المسار، وأيضا بالجانب الآخر لا ننسى الفرق العمانية اللي شاركت معنا، قدمنا لهم دعوات وشاركت معنا، منها ظفار أدفنتشر، فريق الصمود، قوة التحمل، وفريق روحنا، لهم جزيل الشكر والتقدير في استجابتهم. الله يسلمك، شكرا لك، نورتنا. والأستاذ محمد الشحي، عضو في شركة تشيك إن أدفنتشرز، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة الجميلة، وأيضا أحب أزيد للفرق الإماراتية، فريق تشيك إن المغامرات وفريق ATC أيضا كان مشارك، نورين دائما ونتمنى لكم دائما في صنع مبادرات حقيقة جميلة بين الشعبين الرائعين. وأكيد نكرر تهانينا للشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، موضوع اجتماعي نفسي مهم بنتناقش فيه بعد الفاصل، وحقيقة ما يسمى بالقيادة الأخلاقية والتسامح، هل يا ترى سمعتوا بهذا المصطلح وماذا يعني وكيف ممكن أن احنا نستفيد منه في حياتنا؟ كل هذا وأكثر بعد الفاصل، خلكم قريب. الأخلاق والتسامح هم من أسمى الصفات اللي نقدر نوصف فيها شخص، ممكن احنا نعرف منها كذلك معدن الشخص، وقتها نقدر نحدد إذا ممكن نكمل علاقتنا مع هالشخص ولا لا. نفس الشيء بشاير في مجال العملي، سمعنا عن القيادة الأخلاقية، مدركين تماماً أن هالنهج المتبع في كل مجالات العمل في دولتنا منذ تأسيسها، وما تعودنا غير على التعامل برقي وبأخلاق، وطبعاً بالتسامح، والتسامح في الحياة بشكل عام وفي المجال الاحترافي بشكل خاص. القيادة الأخلاقية والتسامح موضوع فقرتنا اليوم في فقرة مجلس الدار. رحب بالدكتورة مليحة محمود المازمي، وهي مستشار تطوير إداري وأستاذ مساعد وعضو هيئة تدريس بأكاديمية الإمارات للعلوم والتدريب، بيسعد مساك. أهلا وسهلا فيكم ومساكم خير. نورتنا بهذا الموضوع اللي حقيقة يمكن في كثير ناس ما تعرف شنو معنى القيادة الأخلاقية. لو تعرفينا هذا المصطلح حقيقة، ماذا يعنى بالقيادة الأخلاقية؟ طبعا القيادة الأخلاقية مفهوم قديم، يعني رجعنا لأدبيات الإدارة راح نشوف أنه مفهوم قديم، بس إذا جينا فصلنا الكلمتين راح نشوف الكلمتين هذول عندنا مصطلح قيادة وبعدين عندنا مصطلح الأخلاق. نعم. فأول شيء إحنا لازم نعرف القيادة. القيادة مثل ما أنتم عارفين فن تأثير، أو أن قدرة الشخص أنه يوجه الناس نحو هدف معين أو اتجاه معين. لكن الأخلاق هي المعايير، هي القيم، هي السلوكيات، هي الأشياء اللي الواحد اكتسبها من بيئة يعني النشأة اللي نشأ فيها، أو اكتسبها من المجتمع واللي تعامل معه. هل الأخلاق هي مكتسبة من المجتمع أم هي بيئة تربوية؟ لا، إحنا بنقول اليوم الشخصية تتكون من وين؟ الشخص من وين يتكون؟ من البيئة النشأة أساسها يعني الرباط. أيوة، في بعض الأحيان تلقين في العائلة الوحدة أكثر من شخص وأخلاقياته مختلفة. صحيح. هذه تكون شو هاي الكاريزما يعني في الشخص نفسه. نعم. يعني سلوبه أو طريقته يعني. لكن اليوم في بعض السلوكيات، والدليل أن إحنا عندنا دورات تدرس القيادة الأخلاقية. نعم. معناته أن الشخص ممكن في سلوكيات يكتسبها،
فلما نتكلم عن القيادة الأخلاقية وندمجهم، إحنا نتكلم الآن على مستوى تنظيمي. نعم. يعني ما صار مسألة شخصية، لا، مسألة كنت تتعامل مع أشخاص في إطار قانوني، في إطار نظام معين، منهجية معينة. والقيادة الأخلاقية أساساً بوابة نجاح مؤسسات. أكيد. يعني إحنا اليوم لو عندنا قادة أخلاقيين، معناتنا أن نحن قاعدين نكون علاقات جيدة مع الموظفين. إنجاز. نعم. وإنجاز. وبتشوف نوع يعني أول شيء العلاقات الإيجابية تكثر الإنتاجية وتخلي إنتاجيتك عالية وتخلي نفسيتك يعني مرتاحة حتى في الشغل. يعني تبغى تشتغل مع إنسان فعلًا يقدر. فالقيادة الأخلاقية. وبعدين إحنا عندنا يعني كثير من التحديات، كثير من الضغوط. ولما نتكلم عن كلمة الأخلاق، إحنا كلنا الحمد لله يعني يعني الأمم كلها بنيت على الأخلاق طبعًا. نعم. لكن إحنا نتكلم عن الأخلاق في الوقت الحالي، نتكلم على جانب احتمال يعني الشخص القيادي بالذات، لأن بعض الأحيان تكون عنده إحنا نقول يعني الكريزما في القيادة عالية شوي، فيتخلى عن بعض المبادئ، يتخلى عن بعض القيم. ليش؟ عشان يحافظ على مكان الكريزما. تقصدين الغرور يعني الإداري عالي؟ إحنا أنا ما بغيت أقول هاي الكلمة، لكن هو فعلًا يعني يوصل لمرحلة إنه يعني أنا وصلت فخلص لي مكانتي لطريقتي، عرفتوا كيف؟ نعم. فهني وجب أن نحن ننبه أن القيادة بالأخلاق، لأنه يوصل لمرحلة أن احتمال يتنازع عن بعض القيم، بعض المبادئ. الأخلاق شو؟ قيم، مبادئ، معايير. فإذا أنت اليوم جانب من هذه المعايير يعني ما قدرت أنك تحافظ عليها، راح تفقد أشياء كثيرة، ومع الأيام كنت تفقد الأخلاق، مصداقيتك. أيوة، مصداقية وتفن التعامل. حتى الناس ما راح يتقبلونك، فراح يكون قائد مزيف للأسف. يعني هو القيادة غير عن الإدارة. إحنا لما نقول قائد، المفترض عنده ثن التأثير. وإذا القائد يعني مثل ما يقولون يعني فقد هذا الجانب، راح يكون حاله حال أي مدير. يعني إجراءات إدارية ونظم. لكن القيادة تأثير، قوة. يعني إذا القائد ما عنده قوة التغيير أو قوة التوجيه، القوة من وين يستمدها؟ من شخصيته هو. هو اللي يقدر يأثر على الناس. نعم. فإذا فقد اليوم القوة وفقد الأخلاق، ما حد راح يتبع، ما عنده أتباع. اليوم كل واحد يقدر يقول أنا قائد، لكن هل في قيادة بدون ناس يتبعونك، بدون ناس يتأثرون؟ لا طبعا. إذا ماشي أتباع، ما في قيادة. صحيح. فبالتالي اليوم أنت محتاج تحافظ على هالجانب الأخلاقي، على أساس أن تحصل لك أتباع، تحصل لك ناس يعني يكونون معك. فأنت حتى في ناس يقولون والله أنا عندي كشف الأتباع اللي معي، يعني عندي أشخاص فلان وفلان وفلان، هذول كلهم معي، سواء كان على منصب إداري ولا مش منصب. يعني مو شرط اليوم القائد يكون ماسك منصب، ولا القائد هو اللي يقدر يأثر ويقدر يحصل لأتباع. فبالتالي هني إحنا القيادة الأخلاقية موضوع مهم، لأنه ممكن يأثر على المجتمع، يمكن يعني يكون تأثيره، خاصة إذا كان القائد هذا لأتباعه، لناس يعني يتأثرون بسلوكياته، له ناس مثلاً. فإذا كان هو جانب أخلاقي شوي مثلاً تراجع عنه، فاللي يتبعونه يشوفونه صح، يروحون على نهجه وعلى أسلوبه يقلدونه تقريباً. إحنا اليوم بنقول القيادة الأخلاقية منظومة عمل، لابد أن نحافظ على هذه المنظومة عشان نقدر نحافظ على علاقات الدوام، وعشان نقدر أيضاً نحافظ على يعني المبادئ والتقاليد الحلوة. نحن تربينا على تقاليد إسلامية، اليوم بهذه التقاليد راحت، وهذه القيم راحت، وهذه المعايير يعني اختفت من الحياة. شو قاعد يعني؟ لا إن شاء الله موجودة. إيه، هي موجودة والحمد لله. دولة الإمارات الحمد لله محافظة على القيم الإسلامية، لكن المتغيرات والظروف تأثر. إحنا ما بنقول على يعني الأغلبية، لكن إذا طلعت عندنا بعض الحالات استثناءات، هاي يمكن تأثر، وخاصة إن حتكلم مو على أشخاص، حتكلم على قادة. فاليوم القائد إذا أثر على 10 20 30، فهذا ممكن بعدين يصير ظاهرة، صح ولا لا؟ صحيح. فنحن اليوم فعلا الحمد لله، احنا ما بنقول ان نحن دولة مش قائمة على عندنا مبادئ أخلاقية وعندنا يعني قيم معينة. والدليل حتى لو نرجع لاستراتيجيات الإدارات، ما تشوفون احنا عندنا رؤية ورسالة وبعدين قيم؟ نعم. والقيم كلها مستمدة من وين؟ مش من من الأخلاق الإسلامية، ومن نعم. المجتمع، من التعاون، من حب العمل مع الفريق. نعم. إذا نحن ما عندنا قيادة أخلاقية، ما عندنا التعاون المشترك، ما عندنا حب العمل، ما في إنجاز أصلاً، ما في إنتاجيتك ما راح تكون عالية مليون بالمئة. يعطيك الصحة والعافية، فعلاً الكلام قيم ومؤثر، نستفيد منه أستاذة. القيادة الأخلاقية والتسامح،
وبحكم أن الأسبوع الماضي كان أسبوع التسامح، لو تخبرينا أهم المحاور اللي ركزتوا عليها خلال هذه الفعالية. والله نحن ما كان عندنا أسبوع، نحن كان عندنا مهرجان وطني للتسامح. ما شاء الله. ولمدة أسبوع الحمد لله يعني الهيئة عندنا نظموا برامج ورش يومية لتوعية وتثقيف الناس يعني مفهوم التسامح، فكانت البرامج عبارة عن مفهوم التسامح وأبعاد تأثير التسامح الفكري ويعني تأثيره على الجانب الإنساني والبعد الإنساني، إسهامات دولة الإمارات في مجال التسامح، يعني كان تركيز على هذه المجالات، أثر أو دور المجتمع مثلاً في نشر التسامح وكيفية تأثير يعني على هذا المفهوم، دور الأسرة في كيف يعني قلنا يعني مثلاً غرس هالمفهوم في الأبناء، يعني بهالطريقة إحنا كان عندنا أكثر من محاور يعني تم نقاش فيها، وكان تركيز كله إن كيف نغرس هذا المفهوم ويكون هذا المفهوم يعني متوارث من جيل لجيل، سواء كان في الوظيفة أو في الحياة الأسرية والمجتمع. جميل أستاذة مريحة، يعني ممكن السؤال الحين لكل القادة خلينا نقول في مناصبهم العملية اللي يتابعونا اليوم يجول في خاطر الكثير، يعني كيف ممكن أن يصل الشخص من خلال منصبه الإداري خليني أقول أو العملي إلى شخص يملك القيادة الأخلاقية؟ أنا توا قلت اليوم القيادة الأخلاقية هي مو مرتكزة على شخص فقط في منصب قيادي. نعم. القائد هو من له أتباع، لكن إحنا اليوم في كقيادات موجودين على مناصب يعني مثل ما يقولون بقرارات إدارية رسمية، من قائد رسمي المفترض أنك أنت تأخذ هذه المنهجية السلوكية، يعني نحن قاعد نتكلم عن منظومة سلوكية متكاملة أنت تتعامل فيها مع الأشخاص، تتعامل فيها مع العاملين ومع المتعاملين ومع المجتمع مع شركائك، فإذا أي سلوك بدر منك وحتى لو كان هذا السلوك لحظي، يعني بعض الأحيان نعم. القائد يعني أنا آسفة لهالكلمة يمكن يقول والله أنا عندي أخلاقي عالية، لكن في تصرف معين في لحظة معينة انفعال معين يبين أنك هالجانب افتقدته، يعني ممكن يطلع مثلاً أنه يعني مثل نقول يغضب على يعني الموظف بطريقة معينة. بالتالي كلامك يوصلني لنقطة أنه هناك مقومات للقيادة الأخلاقية، يعني في النهاية هو القائد هو بني آدم، يعني أكيد راح يخرج شوي عن منظومة الهدوء الدائم والبال الطويل. لا، إحنا ما نتكلم عن الهدوء، إحنا نتكلم عن السلوك. أي أنت الحين ذكرتي أيوة. أنه لما يفقد مثلاً عصبيته في سلوك معين قد يصل لمرحلة فقدانه ل جانب معين من الأخلاقيات اللي نتكلم لا. عنها، وهذا بني آدم هو في النهاية، فبالتالي محافظته على القيادة الأخلاقية في لها مقومات. صحيح. ما هي هاي المقومات؟ أول شيء القائد الأخلاقي لازم يكون عنده معرفة، إذا كان في الإدارة يعني بشكل رسمي لازم تكون عنده معرفة بالمنظومة الإدارية. نعم. يعني يعرف القوانين، يعرف الإجراءات، يعرف يعني السلوكيات وأخلاقيات العمل، يعني يكون بهذا الجانب لابد إنه يعرف من كل النواحي. ثاني شيء لابد إن معيار يعني شخصيته، أسلوبه، طريقته في التعامل، طريقته في الحوار، طريقته في النقاش، طريقته في تقبل مثلاً آراء الآخرين، هذا السلوك وهذه الشخصية مؤثرة جداً. غير عن هذا لابد أن يتعامل بالجانب الإنساني. القائد إذا ما في جانب إنساني حتى ما راح يساعد الناس، بعدين راح يعني يتعامل معاهم مثلاً يا بالفوقية أو أنه راح يتنقم منه يتعامل معه. يعني مثلا الوظائف الدنيا أنا ما راح يعني أنزل لهم وأتكلم وكذا، ليش؟ لأني أنا في منصب معين، فيأمل يكونون معي بنفس يعني المستوى أو الأعلى مني، وللأسف في بعض الحالات كذي. إحنا شو نقول اليوم؟ نقول القائد يعني أنت عشان تحافظ على هذه، يعني هاي تعتبر دعائم سلوكية، أنت اليوم هي اللي تأهلك لهذا المنصب وتأهلك لهذا الشيء اللي أنت يعني ماسكنه، لأن هذا ما هي من فراغ، أكيد هي من خبرتك ومن عملك ومن مجهودك ومن تعبت على نفسك، فلا تفقده في لحظة يعني غرور وظيفي، أو مثلاً في لحظة أنك أنت مثلاً تفقد السيطرة أنك وما تقدر أنك توازن بين الأمور. فنحن نطالب دائماً، ليش؟ لأن في بعض القادة حتى موضوع الإبداع، وهذا بعد مهم جداً. نعم. تشجيع الأشخاص على الإبداع وعلى الابتكار، توصل بعض الأحيان أن بعض القادة مش يعني مش حباً يعني أو مش عدم رغبته مثلاً، يعني نقول في عدم تشجيع الأشخاص، لا هو يحب يشجع أشخاص، لكن يمكن الفكرة اللي طلعت من هذا الموظف ولا الأسلوب اللي قاله عجبه كثير
وانانيته الشخصيه يحب ان هذا الشيء يكون لا لا أكيد. فبالتالي تلقون بعض الاحيان وهي حالات منتشره طبيعه بشريه طبيعه بشريه لكن احنا لما نقول طبيعه بشريه لابد نرجع للاخلاق تحكمنا الاخلاق دائما ولازم نرجع للاخلاق واخلاق الاسلاميه بالذات اكيد مليون لان هني انت خلاص تتعامل بنفس صافيه بنفس راضيه تحب الشيء لغيرك مثل ما تحبه لنفسك نيه طيبه ايوه فانا اقول حتى هاي اللحظات اذا ياك الشعور وقدرت انك انت يعني شوائب على اخلاقياتك احنا نقول الحمد لله الكل عنده اخلاق ما عنده في حد ما عنده أكيد. لكن في لحظات اذا جت هذه الشائبه لابد انك تزينها قبل ما تطلع لك كسلوك نعم عرفت كيف بهالطريقه صحيح كلام جميل ويعطيك الصحه والعافيه عليه اليوم يعني ممكن شخص اعلى مني منصبا يفقد تاتي شائبه خلينا نقول مثل ما تفضلتي على سلوكه او على اخلاق هل يقدر الموظف اللي اقل منه انه يقاومه الموظف انسان وكل انسان اذا عنده اخلاق واسلوب ايجابي وعنده يعني مثل ما يقولون طريقه في التعامل مع الاخرين فن التعامل بالاصح يقدر ياثر على الكل نعم يقدر ياثر على الكل فبالتالي هني الانسان اي موظف يقدر ياثر واحنا ياما شفنا قاده تغيروا على ايدي موظفين سواء كان من ناحيه يعني حتى يعني اسلوبه الاداري تعامله مع الناس اخلاقيات التعامل مع الناس هني فعلا الشخص لما يكون ايجابي ولما عنده فن التعامل ولما عنده مثلا يعني معايير حلوه في تعامله مع الاشخاص كل حد يتاثر فيه لان بالتالي القائد هذا انسان عادي يتاثر يعني في قيادات فعلا تاثروا من موظفينهم من اسلوب حتى عمل الموظف يمكن غيروهم ايضا غيروا من طريقه تعاملهم كقياديين خليني نقول وما ان احنا نتكلم عن موظف استاذه مليحه يمكن في كثير من الموظفين يعانون من قله الانصاف خليني اقول يمكن لا ينصفون في كثير من المواقف العمليه في مؤسساتهم بالتالي كيف ممكن انا كموظف اوصل لحل محايد في حال لم يتم انصافي فيه أول شيء لازم الموظف يتأكد أن الموقف فعلاً يعني هو عدم إنصاف وظلم لازم يتأكد من هذا الشيء بعض الأحيان في قيادات لما يرفضون شيء لموظف أو أن مثلاً يعني يأجل الشيء يكون لمصلحة الموظف ما يبغى يفقده ما يبغى يعني يكون ضغط عليه في الشغل يعني في أمور كثيرة فلازم الموظف أول شيء يتأكد شو القرار هذا فعلاً قرار منصف أو غير منصف إذا كان قرار غير منصف عندنا إجراءات أخرى الحمد لله نحن عندنا قوانين كثيرة في الدولة لإنصاف الموظفين قانون الموارد البشرية اللي عندنا الحمد لله قانون يعني شامل جامع كل شيء ومن بينه عند التظلمات صحيح وهي تعمل مع العمال أيضا أيوة يعني شيء الحلو في قانون يعني حتى لو لجنة التظلمات ما عجب قرارهم ترفع تقرير في لجنة التظلمات نفسها بتخيل يعني لهالدرجة من السلاسة عندنا منظومة عدل وعندنا قوانين يعني هذا ها على المستوى الاتحادي غير هذا إن عندنا قوانين محلية نعم. يعني نعم. إمارة الشارجة ولا دبي ولا أبو ظبي ولا إمارات الأخرى في جيرة هذا كلهم عندهم قوانين محلية للتعامل مع الموظف أو كيف يعني حقوقه وواجباته وكذا غير هذا في قوانين أخرى هي قوانين طبعاً مش في الجهات الحكومية حتى مثلاً العمالة حتى مثلاً الجهات الخاصة فهني عندنا قوانينها الشاملة للكل وين ما كان موقعك في مجال خاص يعني في الجهة الحكومية أو في جهة يعني خاصة أو مثلاً في أنت يعني تحت أمرة شخص معين كعامل أنت عندك اليوم قانون يحميك غير هذا إحنا عندنا شيء اسمه ميثاق الأخلاقي صحيح وعندنا 99% من الموظفين ما يقرون هالميثاق للعلم يمكن ما يعرفون عنه في ناس يداومون ويتقاعدون حتى ما قروا فإحنا شو نقول اليوم أنت في ميثاق أخلاقي لا يعني هالميثاق راح يغير معارفك راح يغير مفهومك راح يخليك أكثر وعي فحتى في التعامل مع الناس مجرد أنك أنت تقرأ هالميثاق إحنا بقول في السنة مرة ما بقول في كل شهر في السنة مرة اقرأ هالميثاق شوف كيف راح تتغير تعرف اللي لك واللي عليك وترتاح انت ايضا في طريقه تعاملك في بيئه العمل الميثاق راح يخليك اول شيء يعني منفتح عن العالم وفكرك يكون واعي احنا اليوم ندور على التفكير الاستراتيجي صحيح التفكير الواعي
التفكير اللي مبني على المعرفة وعلى يعني أسلوب وعلى مهارات مدارك فكر واسعة أستاذة مليحة. بالتالي مثل هذه القوانين قادرة على إعطاء الموظف مدارك فكر واسعة، يمكن ما رح يوقف عند أول موقف شعر فيه بعدم الإنصاف في المؤسسة. بالتالي نفس ما ذكرتي قبل شوي رح يوصل لمرحلة الوعي، خليني أقول الفكري، للتأكد، لمحاولة، للمبادرة، للسعي، فيمكن تنحل الكثير من المشاكل من قبل أو اللي يعانون منها الموظف. إحنا مشكلة إن عندنا يعني فئات وظيفية ما يحبون يقرون. أي هذه مشكلة أساسية. حتى الإيميلات لما توصل لهم على فكرة مكتوب عليه قانون ولا مكتوب عليه قرار إداري ما يفتحونه بعد. أصلاً يعني أنا أستغرب دائماً بشاير من موظفين أقول لهم زين لائحة القوانين اللي عندكم في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، شو تضمن لك أنت كموظف في المؤسسة الفلانية كحقوق؟ يقول لي ما أعرف شو يعني قانون تنفيذي للموارد البشرية. أقول قانون تنفيذي يعني أنت عندك كل ما يعنيك أنت كموظف، مثلا من علاوات، من إجازات، من ومن ومن ومن، كلها مصنفة لك. شو اللي لك؟ شو اللي عليك؟ أنت بس بإمكانك أحيانا ممكن الأخطاء الإدارية أستاذة شوي نتكلم عنها واردة، خلينا نقول إن جل من لا يسوي، يعني اليوم ممكن خطأ إداري صحيح. يصير أن مثلا ترقية موظف تتأخر، ظلمنا موظف مثلا في عقاب نحن عاقبناه مثلا خصم، لا في الحالة هذه ما ينخصم منه، لا تأخذ من رصيد إجازته السنوية مثلا. نقدر نحن كسلطة مختصة عندنا بعض الصلاحيات نقدر نسهل فيها الإجراءات. أنت كموظف بادر بأنك تقرأ قانون راح تسهل عليك أمور كثيرة. أيضا يعني هناك من نوعية من الموظفين لا يعلمون ما معنى هيكل تنظيمي أو ما هو هيكل وظيفي، أو خلنا نتكلم بشكل أوضح عن هذه النقطة، ما الفرق بين الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي في كل مؤسسة؟ الهيكل التنظيمي هو البناء المؤسسي، يعني بناء اليوم المؤسسة. أيوة يعني اليوم هو أعمدة المؤسسة بالأصح، يعني اللي إحنا نسميه خريطة المؤسسة. اليوم كل شيء، يعني حتى لما تبني منزل ولا تبني شيء ما عندك خارطة المكان. أكيد. الهيكل التنظيمي هي خارطة الجهة بأعمدتها، لأن أي عمود انزال معناته أنت شليت تخصص أو شليت عملية أو شليت إجراء. هذا الجانب يكون دائما في العمليات والإجراءات، يعني تقسيمات المؤسسة. لما نيحك الجانب الوظيفي بيكون له أكثر تخصصية. فإحنا شو نشوف؟ ما نحصل بعض الأحيان يقولك خدمات مساندة، مثلا الموارد وخدمات مساندة، تحتهم شو تحصلون؟ تحصلون إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، إدارة مثلا عندك يعني العلاقات العامة، وما شابه الإدارات اللي ممكن تكون تحت يعني هذا المسمى. فبالتالي هني نحصل إن في شيء عام وفي شيء فرعي. اليوم الهيكل التنظيمي هذا يعني يعتبر هيكل عام، الهيكل الوظيفي وفي هياكل أخرى أيضا تكون يعني بارزة أيضا من الهيكل التنظيمي، هي تكون هياكل فرعية للهيكل التنظيمي. لكن نعم. الهيكل الوظيفي مجال تخصصي، حلو، أكثر تخصصية. طيب. يعني بنحصل إدارة مثل ما قلت إلكترونية وموارد بشرية بهالطريقة يكون فيها تخصص أكثر. أستاذ مليحة، يمكن نفس ما ذكرنا قبل شوي لا يعلم الكثير من الموظفين للأسف القوانين اللي تقدر أنها تحميهم وتحميهم أيضا في حال وقوع الخطأ. ولكن إذا أردت أن أسأل عن شو القوانين اللي ممكن أنها تحمي الموظف من وقوع ضرر عليه في حال أنه أتمام وظيفته بشكل كامل وصحيح وسليم؟ إذا يعني قدم وظيفته بشكل صحيح وسليم، المفترض إذا يعني كان في نوع من الظلم عليه وإذا كان في نوع من مثلا انقاص في حقه، نعم، عنده طرق كثيرة. أول شيء المفترض أن يأخذ الإجراءات الإدارية الداخلية، نعم، يعني يرفع المسؤول لرئيس لي، نعم، عرفتوا كيف، يعني المدير بهالطريقة. صحيح. إذا هذا التسلسل الهرمي الداخلي، نعم، ما اتبع معه، يعني ما حاول أن مثلا يساعده أو حل الموضوع ممكن يرفع كتاب رسمي لإدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد البشرية في القانون عندهم شيء اسمه لجنة التظلمات. حلو. وهم المفترض أن يأخذون يعني بهذا الإجراء. لكن إحنا الحمد لله، الحمد لله يعني عندنا شوي سلاسة،
لو الموظف شوي مثلا وصل لهالمرحلة وكتب تظلم، عندنا لجان داخلية في الإدارات بشكل عام، نعم، سواء وزارة ولا هيئة ولا أي يعني منظمة، فتلقون في يعني المجموعة الداخلية هم اللي يحاولون يحلون هالمشكلات وخاصة التظلمات. صحيح. أستاذة، طبعا البعض اليوم يخاف من التغيير في مجال عمله، اعتقاد يعني أن ما في وظائف أو أن هناك وظائف أقل من وظائف في المستوى اللي هو فيه، أو أنه يقدر يهد اللي هو بناه. كيف أن نحن نقدر نصحح هذا المفهوم أن الواحد يبدأ من جديد، أو أنه مثلا يبدأ من بعد الوظيفة اللي هو فيها؟ أول شيء ما في شيء اسمه يبدأ من جديد، لأن خبرتك اللي أنت بتفقدها هذه كيف بترجعها؟ إحنا عندنا اليوم التغيير المدروس، التغيير العشوائي أو اتخاذ قرار لحظة يعني انفعال، هذا راح يخليك تخسر أشياء كثيرة، منها مثل ما ذكرت قبل شوي خبرتك العملية، خبرتك يعني في تخصصية، احتمال تكون عندك احتراف معين، تكون موهوب، فبتخسر فعلا هذا الجانب. لكن إذا أنت اليوم حاولت تغير بس يكون تغييرك مدروس، تغيير مخطط له، عارف شو نقاط القوة اللي بعد التغيير، ما راح يكون ضعف، يعني راح ترجع يعني راح تشتغل استكمال لخبرتك. نعم. ما راح تبدأ بتخصص جديد، ما راح تبدأ مثلا في مسار جديد، أنت راح تكمل مسارك. مثلا إذا تشتغل في الاستراتيجيات، الجهة اللي راح تنتقل لها راح تشتغل في نفس المجال، بس راح يطورك ويطور مهنيتك طبعا. أكيد يعني، لكن ينقل خبرتك اللي أنت استفدت فيها. وأنا أفضل دائما أن الشخص يصبر على المكان اللي هو فيه، لأن زملاء العمل والمدراء ما يتعوضون بعض الأحيان، فإذا يستفيدوا من بعض يستفيدوا. وأنا دائما تعرفين يعني أستاذة شوي بقول اللي في خاطري بعد شايل شوي. لا، اليوم نحن كموظفين أو بشكل عام في كل دائرة، في كل مؤسسة، في كل موظف، الموظف هو الباقي. الخوف من المدير، المدير هو اللي متغير، يعني المدير اللي هو المتغير. أنت كموظف لا، أنت عماد المكان. في النهاية هي مؤسسة تنظيمية، صلح المدير صلح الموظف، وصلح الموظف صلحت الإدارة، بالتالي كان هناك عشان إنجازات. اصبروا على إداراتكم، اصبروا على رزقكم شوي. ورزقكم يعني إحنا جدا سعيدين، ما يتعوضون. إحنا جدا سعيدين بوجودك دكتورة مليحة محمود المازمي، مستشار تطوير إداري وأستاذ مساعد وعضو هيئة تدريس أكاديمية الإمارات للعلوم والتدريب. شكرا جزيلا لك ونورتينا في هذا المساء. والله أنا اللي سعيدة بلقائكم والحوار الشيق معاكم. الله يسلمك، وأنت جميلة وكلامك رائع. دائما التوفيق، وإن شاء الله دائما تكونوا في يعني مجال الريادة إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا، وصلنا لختام مشوارنا معاكم لهذا اليوم. غدا يتجدد اللقاء مع الزملاء في الفجيرة، تجمعنا وتلفزيون الفجيرة اللي دائما، إمارة الفجيرة اللي تجمعنا على الحب والسعادة والأمن والأمان والخير والتسامح. هذه تحياتي بشاير العبد، يعطيك ألف عافية سمير. يعطيك ألف عافية بشاير. مشاهدينا، نحن نتجدد معكم كل يوم في مواضيع مختلفة وشيقة وقيمة، وهذه تحية مني لكم أيضا سمير البوشي، ونلتقي بكم غدا في أمان الله. في وداعة الرحمن، يعطيك